بعد أن خرجوا بالملايين تأييداً له واحتفالاً بفوزه، ها هم المواطنون يتوجهون إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمطالب لطالما انتظروا من يحققها لهم. تطلب إيه من الرئيس؟ والله بطلب منه التعليم أولاً والصحة، وينظر بعين العطف والحنان للفقراء. موضوع المرتبات، موضوع الحد الأدنى ده لحد دلوقتي لسه ما اتطبقش. تفعيل دور الأحزاب، يعني يكون لها دور فعال، الاهتمام بال يعني الدور الاقتصادي والاقتصاد، وتوفير الخدمات والسلع للمواطن البسيط. اطلب منه ان هو يهتم بالشباب. طبعا احنا بنحبك، بس احنا عايزين بلدنا تبقى في الاحسن، مش عايزين بلدنا يعني الناس تبقى زعلانه والناس تبقى ما فيش شغل والكلام ده. وعايزين كمان منه موضوع النور، احنا داخلين على رمضان. نطلب منه اول حاجه خالص ان هو يعني يهتم بالشباب شويه، او في فرص عمل، في شباب لحد دلوقتي عماله مؤقته في بعض الهيئات والمصانع والمرافق، فاحنا بنطلب منه تنفيذ قرار الحكومه ان هو يثبت العماله المؤقته. اتمنى يعني يتجه للصعيد، بالذات النوبه وجنوب الصعيد، قنا واسوان سوهاج اسيوط. نامل خير انه يعوض البلد بكل عن كل اللي حصل يعني، ويرد كرامة أكثر هي الستات برضه. نرجو منك الاهتمام بمحدود الدخل والفقراء وأهالي القرى والنجوع. يكون في أمان في البلد، والستات اللي نزلت انتخابته دي يجي يكون حقوقها كلها تتحقق. أنا نفسي الرئيس يخلي الناس تحب بعضها ويبقى كويسين مع بعض ويحبوا بعض، وهيبقى في اسلام وهيبقى في خير وفي عمل وفي شغل وكله. يا سياده الرئيس، احنا عايزين المستشفيات تتعدل شويه، احنا بنروح ما بنلاقيش حق السرنجه، بيقولوا لنا اطلعوا هاتوا السرنجه من بره. عايزين كمان الشقق اللي احنا ساكنين فيها وحشه جدا، يعمل لنا شقق للناس اللي زينا والشباب اللي طالعه والمدارس. احنا هنصبر، بس مطلوب منه الفتره اللي جايه ان او اللي احنا الناس مستنياه يعمل مشاريع جديده زي ما هو قال او اتكلم قبل كده، عشان الشباب اللي مش لاقي شغل زي او زي غيري بقى في فرصه ليه. مطالب ملحه واجنده اولويات لا نهايه لها، عبء ثقيل يمثل تركه من الازمات، لكن المواطنين المصريين يهدون رئيسهم الجديد وعودا بالصبر والعمل، مدركين ان استقرار الوطن ونهضته مسؤوليه الجميع. بسنت شحاته، ممكن. اهلا وسهلا بيكم مره تانية. شكرا يا بسنت. جاي لي مشاركات على هاشتاجنا كلمه العدل منصور، هقول لكم بعضها الان. بس قبل ما اقول لكم، عايز اقول ان حتى الان السعوديه والامارات والبحرين والكويت والاردن والمغرب والجزائر وروسيا صارعوا بتهنئه الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بانتخابات الرئاسه. طبعا سبقهم الملك عبد الله والمملكه العربيه السعوديه الشقيقه، وقدم مبادره عظيمه عظيمه. هذا الرجل الذي الكلمة والتهنئة والبيان الذي صدر عن المملكة العربية السعودية تاريخي، لا أعتقد أنه خرج في يوم من الأيام من المملكة العربية السعودية، ولا يضاهيه إلا موقف المملكة العربية السعودية من حرب 73 ووقوفها مع مصر ومنع البترول عن دول العالم المساندة لإسرائيل. وعشان كده شخصية اليوم النهاردة هي الملك عبد الله ابن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين. هذا الرجل كان يعني كان حليفا وكان ظهرا وكان أمانا وكان مناصرا ل 30 يونيو، وقف مع الشعب المصري. عشان كده احنا واحنا بنشكره لا ننسى الشعب السعودي الذي اقتطع من قوته عشان يقف مع المصريين، مش هننسى ده في يوم من الأيام. شكرا للسعودية، ومش هننساه للإمارات ولا اللي عمله شعب الإمارات ولا الشيخ خليفة بن زايد ابن العزيز الغالي ولا آل زايد كلهم ولا آل راشد ولا اللي عملته الإمارات ولا شعب الإمارات معانا ولا الكويت، كل الدول التي شكرها الرئيس، والبحرين، ونحن نعرف ما تمر به البحرين لكن وقفت معانا. ايضا دمشق هنأت السيسي والمصريين رغم ان عندهم انتخابات رئاسيه. الكرملين اكد عقد لقاءات على اعلى مستوى لتوطيد العلاقات. ويليام هيج وزير خارجيه بريطانيا وملك النرويج، كل دول ارسلوا تهاني. اوباما كان مايس، يعني كان واكل لبانه كده، وهو بيقول انه هيتعاون مع الحكومه المصريه، وان هو
بيشكرها على الانتخابات اللي سمحت بإشراف أوروبي ومش عارف كلام كده مايص، لكن برضو هو حريص على حقوق الإنسان والحريات وبيطالب بالمزيد وبتاع. انتوا عارفين يعني اللي هو مش قادر يقولها مبروك، اصل الخبطة جاية في نفوخه يعني، ما هو ما يختلفش كتير عن اللي قاعدين في قطر ولا يختلف كتير عن أردوغان، هي مصالح واحدة. اللي كانوا هيكسبوا كلهم خسروا، تونس لأن المشروع كله باظ، فدول ما تتوقعوش منهم خيرا. بعض الدول مستنية التنصيب، هنستنى نشوف فرنسا هتعمل ايه، الدول دي هتهني ازاي، مين هيحضر حفل التنصيب. بسرعة اقول لكم، ايمان هيثم بتقول للرئيس الجميل عادل منصور، وكل ما اقوله يعني حط لي صورته تبقى قدامي كده ابص في وشه ابتسم واتفائل. ايمان هيثم بتقول له: كنت لنا من اعظم الرؤساء وقمت بدورك على اكمل وجه، شكرا سياده الرئيس المستشار عادل منصور. ام ندى: بنحبك يا ابو ضحكه جنان. لافلي سان: احببت فاوفيت ولم تنسانا ولن ننساك رئيسا انسانا محبا ومحترما. سامح رأفت: شكرا للرئيس اللي وقف جنب مصر في عز محنتها، احنا بنحترمه جدا. مرمر: تحية تقدير واحترام، سعدنا بك رئيسا وتشرفنا بقوة حضورك، فأنت نعم المواطن المحب والوفي لوطنه، وأنت نعم من حافظ على المسؤولية ولم تستفد من ميزات الرئاسة، نشكرك على كل شيء، بداية من قبول المهمة الثقيلة ونهاية بمشاعرك تجاه شهداء الواجب الوطني، فتحية إجلال سيد الرئيس. نيلي: ألف شكر لك على تحملك المسؤولية في وقت حرج وصعب، لن ننساك أبدا، رجلا محترما، جزاك الله عنا خير الجزاء. أميمة الحنفي: كل التحية والتقدير للمستشار المحترم الوطني الشريف، وربنا يحميك ويسعدك أنت وأسرتك، زي ما رجعت السعادة لشعب مصر. محمد فتحي: بنحبك يا ريس وربنا يحفظك ويبارك فيك، أنت أب لكل المصريين وباسم مصر والمصريين بقول لحضرتك شكرا يا فندم. عائشة سالم: كل الأدب الجم والأخلاق الرفيعة التي لمسناها في خطابكم ما هي إلا أخلاق القامات العظيمة التي تستحق كل الإجبار. نهى: أنت برنس وكان نفسنا تطول معانا أكتر من كده. شريف حمدي: رجل في زمن عز فيه الرجال، شكرا شكرا من قلب وضمير مصر. محمود الفضالي: حكمت فعدلت فأمنت فنمت فأحببناك. مروة سمير: إنه رجل والرجال قليلون. محمود رشدي: أشكرك جدا على رقيك وتحضرك طوال السنة الماضية والذي ظهر واضحا في خطابك الأخير. أنا مصري: شكرا أيها الرئيس المحترم صاحب القلب الكبير، ولقد حفرت اسمك في التاريخ بحروف من ذهب. ناهد: الله يحميك. هكذا هم العظماء، ويا بخت المصريين بعظمائهم. طيب، ده كلام كويس جدا. سويسرا بتقول: نرحب بانتخابات الرئاسة بمصر كخطوة لاستعادة أموال مبارك، نتمنى. وأموال مبارك هنا يعني النظام، نظام مبارك كله. عايز أقول لكم مين اللي بيقول ده. اللي بيقول ده مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية، والمسؤول عن ملف الأموال التي جمدتها سويسرا عقب سقوط أنظمة في تونس وليبيا ومصر وأوكرانيا وغيرهم. زلويجر بيقول إن إجمالي هذه المبالغ 700 مليون فرنك سويسري، مؤكدا أن القانون الجديد الذي انتهى إليه المجلس الفيدرالي السويسري قبل يومين من صياغته وإقراره وتم إرساله إلى البرلمان، يقضي بالسماح للجهات المعنية في الدول بالقيام بالإجراءات اللازمة في سويسرا بهدف استعادة الأموال في مثل هذه الحالات، وده بيسرع وتيرة الإجراءات. يا رب فلوسنا ترجع لنا. النهاردة سلمى صباحي الزميلة الإعلامية كريمة الأستاذ حمدين صباحي المحترم المرشح الرئاسي كتبت أمنيات خمسة، وهي بتهني المشير السيسي بالفوز. ده مشى بشكل، ده كلام كويس قوي. قالت إيه بقى؟ مبروك للسيسي رئاسة مصر العظيمة، وبتمنى من كل قلبي يكون قد عشم الناس فيه بالذات الغلابة، بتمنى يتسع صدره لمعارضيه ويسمعهم، بتمنى يقضي على الفساد المستفحل من أيام مبارك ويبرد قلوب أمهات الشهداء. وأضافت: بتمنى يدي فرصة حقيقية لشباب مصر أنهم يعبروا عن رأيهم بحرية، وأخيرا بتمنى ما يسيبش مظلوم في الزنزانة، يا رب اكرم البلد دي بالعيش والحرية والعدالة والكرامة. سلمى كلمتني لما كانت كاتبة حاجة على الفيسبوك قبل كده واتنقلت عنها، وأنا قلتها اللي هي كانت بتقول فيها عمل تحت، وأنا قريتها بطريقة.
سلمى قالت لي انا ما اقصدش المعنى اللي وصلك خالص، وانا ممتن لسلمى انها كانت حريصه انها تكلمني. هي بتقولي انا كنت بتفرج على فيلم نيمو، ده فيلم اطفال كانت بتفرج هي وبنتها ربنا يخليها لها، والمعنى ان احنا نتجمع تحت كلنا، يعني النزول لتحت في الفيلم مش معناه بالمعنى اللي وصلني ان المصريين بينزلوا لتحت، انا اللي غلطان، فانا بعتذر لك يا سلمى، ثقافتي كده ما اتفرجتش على نيمو، بس اوعدك ان اتفرج عليه واخلي ابني يتفرج عليه الصغير، بس ده حق سلمى. يعني النهارده الدكتور خالد منتصر، وده مقال اليوم، الدكتور خالد منتصر كاتب امنعوا التمييز العنصري لمرضى فيروس سي. الدكتور خالد منتصر واقف عنده نقطة مهمة قوي في مقاله في جريدة الوطن، أننا تحولنا، أنتوا عارفين مصر تقريبا فيها 12 مليون مريض بفيروس سي، فيروس سي ده درجات، علشان حد يصل لتليف ممكن يصل إلى 30 سنة، وفيروس سي لا ينقل إلا بالدم، لكن أغلب الشركات والمؤسسات وأغلب الدول الآن العربية بتمنع سفر مريض فيروس سي، والمؤسسات عندنا في مصر بتمنع تشغيله. انتوا بتهرجوا، انتوا عايزين تمنعوا 12 مليون من العمل عشان عندهم فيروس سي؟ ليه؟ مين اللي قال كده؟ ده انت ما بتمنعش فيروس بي وهو قاتل، تمنع فيروس سي ليه؟ علشان احنا في الشغل ايه، بنعض بعض، بنخربش بعض طول ما احنا ماشيين، الزملاء قاعدين بجيب وشه، مفيش منطق لده، وهذه عنصرية واجرام، ولا بد ان تراجع هذه القوانين مرة اخرى. لا يمكن أن نقبل أن في مواطن علشان أصيب بمرض نتيجة لإهمال الدولة عبر سنوات طويلة جدا، سواء كانت الحقن أو عدم التعقيم أو الفقر اللي بيخلي حقنة واحدة تستخدم أكثر من مرة، نيجي النهاردة تبقى بنتكلم على أنه ما يشتغلش، يموت كأنه عنده إيدز. ده الإيدز ما بيتعملش معاه كده، فهذه جريمة يجب أن احنا والمشرع يقف أمامها ويلغي مثل هذه القوانين، لأن هذا مخالف لكل الأعراف والقوانين. عايز اوريكم فيديو ممكن ينرفزكم شويتين، اتنرفزوا او افرحوا مش عارف، يعني خلوني اقول لكم انفعالي بعد ما تشوفوا الفيديو. نشوف الفيديو بس قبل ما تعرضوه، اطالب وزير الصحة وادونه نص دقيقة حد يكلم وزير الصحة يتفرج على الفيديو ده، يعني لازم وزير الصحة ما ينامش بعد ما يشوف الفيديو ده ويقول لنا ازاي ده حصل، مين المستشفى دي، ايه اللي تم مع الدكاترة الحلوين دول اللي دمهم زي العسل. نتفرج على الفيديو ونرجع تاني. على ايه؟ Thank you.
ايه؟ قبل اي حاجه وانا عايز اعرف، هي الاغنيه دي فيها فيروس؟ يعني فيها حاجه بتلحس دماغ الناس؟ اغنيه حلوه قوي، بس ايه الهبلان ده؟ ايه الخبلان ده؟ ايه الاستهتار ده؟ خلونا نبتدي بالاحتمال الاول. دكاتره وقرروا انهم يعملوا تمثيليه وجابوا واحد نيموه وانهم هيعملوا عمليه في اوضه عمليات. ايه المسج اللي عايزه توصل هنا سيادتك؟ ايه الرساله العظيمه؟ انا الاغنيه جباره وتؤثر في علاج المرضى واجراء الجراحه، وتتجع الاطباء يفعلونها بكل يسر. ايه تتعمم في المقرر الدراسي مثلا في كليات الطب، ولا ايه الهدف ده اذا افترضت انهم بيهرجوا؟ طيب اذا كان المريض والمؤشرات بتقول، لان لو كان تهريج كان المريض ده هيقوم يرقص علشان تكمل، يعني اشتغل لهم مخرج شويه، فالمريض يروح مسمعينها له ويروح قايم رقص معاهم فيبقى افيه. طيب خلينا نفترض ان 10% انهم بيهرجوا، هذا تهريج لا يليق، هذا تهريج داخل غرفه عمليات مسخره، ولا يليق بطبيب ان يفعل هذا. ده تقدر تعمله بره في بيتكو، في الشارع، في احتفال مع اصحابك، في نادي الاطباء، لكن جوه غرفه عمليات لا. طيب اذا كان بجد بقى وكان في مريض نايم قدامهم وبيلبسوا له جوانتيات ومجهزينه، وشفنا رجله وشفناهم هما بيغطوه كل حاجه، وما شفنالوش منطق، يعني واضح انه متبنج، طبعا اوضه العمليات مفتوحه وحاجه فضيحه يعني، لكن هل يمكن ان في دكتور عنده ضمير يبقى قدامه مريض هيفتح بطنه ولا هيفتح رجله ولا هيعمل فيه اي حاجه ومتخدر ومرمي قدامه وهو في هذه الحاله، حاله الهكس والهرتله اللي عاملينها هذه المجموعه؟ انا مش قادر اصدق نفسي، يعني مش قادر اصدق ان هناك اطباء، واحنا عندنا الاطباء محترمين وشرفاء، لكن كيف فعلوا هذا؟ الاخطر اتجننوا وعملوها في اوضه مقفوله، بتصوروا نفسكم بتعمل لي باي باي؟ ايه الثقه اللي انت فيها دي؟ يعني انت بتتصور وبتشيرها كمان؟ ده ثقه في انه لا يوجد عقاب، ولا محدش هيعرفك، ولا طز؟ يعني كيف وصلت بكم الجراه انك تتصور كمان؟ يعني اذا بليتم فاستتروا، اذا ارتكبت جريمه زي دي في غرفه العمليات مش ممكن تتصور وتعمل لي كده. يا واثق من نفسك يا ابو دم خفيف، سيد وزير الصحه، سيادتك ممكن المستشفى دي تتعرف بابلاغ كل مدير المستشفيات وكل اصحاب المستشفيات، اذا كانت غرفه العمليات دي في اي مستشفى معروفه زملائه، واللي يعرف هذه المستشفى يتصل بينا بالكنترول روم ويقول انا عارف الاوضه دي، واذا كان في حد خايف يتصل بينا واحنا هنعرف نوصل له. بس هذا سلوك غير محترم، ولا يليق بمصر، ولا بطبيب ابدا، ولا بغرفه عمليات. غرفه العمليات دي لها قدسيه، والدكتور فين؟ الدكاتره فين؟ فين احمد مظهر مع ناديه لطفي كده لما كان بيدخل عمليات وهو متوتر ومركز وسايب حياته وسايب بيته عشان بيعمل عمليه؟ فين المعاني الجميله اللي كانت بتوصل للناس بدل المعاني السفيهه اللي بتوصل للناس؟ طيب معايا السيده غاده والي، وزيره التضامن الاجتماعي. مساء الخير سياده الوزير. سياده الوزيره، مساء الخير يا فندم. مساء الخير، ازي حضرتك؟ الحمد لله. مبروك على الانتخابات. الله يبارك فيك، مبروك لمصر. اتبسطتي؟ الحمد لله. كنت فرحانه بفرحه المصريين امبارح سياده الوزيره؟ طبعا فرحانه بفرحه المصريين، وفرحانه بالدور المشرف اللي الحكومه عملته في اداره العمليه الانتخابيه. سياده الوزيره، شفتي قبل ما تقولي لي انت عايزه تقولي ايه، شفتي كلمه السيد الرئيس عدلي منصور النهارده ازاي؟ كلمه رائعه فعلا، كلمه تعبر عن رقي نادر وعن قيمه كبيره جدا، وفيها رسائل كثيره جدا، وكلمه تدرس الحقيقه تدرس الادبيه والسياسيه وترتفع بالخطاب، وكنت لسه بقارنها بخطابات اخرى كنا بنسمعها لم تغب عن اذاننا. مش اسمها خطابات، اسمها اي حاجه تانية. ايوه، فالحقيقه يعني لا، كلمه جميله، لا يعني لا تمل من انك تسمعها اكتر من مره. صحيح، يعني هو انسان جميل وجليل وراقي جدا بصراحه. بصراحه عينيك دمعت في اي لحظه؟ لا، في كذا لحظه، في كذا لحظه، يعني او من يعني من يعني لفتره طويله. الحقيقه احنا شعب كمان عاطفي وبيرتبط جدا. لو هو الراجل كان احساسه رهيب، صادق جدا وكلماته معبرة، وهو بيصف حال مصر لما استلمها. صحيح،
يعني من قبل الحته اللي اتكلم فيها عن الشهداء اللي يمكن بكتنا كلنا، وهو بيصل بيصف المخاطر اللي هددت مصر، انا حسيت بوجع. صحيح، معاكي حق. طيب قولي لنا حاجه مش وجع بقى، في حاجه حلوه؟ في حاجات حلوه حضرتك. طيب. كنت سالتني من فتره بسيطه عن اصحاب المعاشات وما الذي ستفعله الدوله بخصوص اصحاب المعاشات. النهارده مجلس الوزراء اقر علاوه 10%، هي الثانيه من هذا العام. في يناير اصحاب المعاشات اخذوا علاوه 10% وعلى المعاش الشامل، هذه هي العلاوه الثانيه في 1/7 10% على المعاش الشامل. ده معناها ان السنه دي اصحاب المعاشات اخذوا زياده 20%. كويس. زياده بتكلف الدوله الموازنه العامه للدوله 7,800,000,000 جنيه، بيستفيد منها حوالي 7,000,000 صاحب معاش. هذه الزياده الحقيقه يعني اقرها مجلس الوزراء رغم الظروف الاقتصاديه كجزء من مظله الحمايه الاجتماعيه اللي بتقدمها الدوله لاصحاب المعاشات، وتقديرا لكل الظروف. دي هتصرف من 1/7 سياده الوزير، من 1/7 يا فندم، ودي بتكلف الدوله زي ما قلت حضرتك 7,800,000,000 جنيه. تمام. هذه الزياده على المعاش الشامل، في حين انه مثلا زياده الاجور بتكلف الدوله 3,500,000,000 لانها على الاجر الاساسي فقط. يعني المعاشات انتوا مدينا عشان المعاشات قليله شويه مدينا على على الشامل. ايوه فندم. يعني اللي بياخد 400 جنيه هيزيد 40 جنيه. بالظبط يا فندم. طيب في اخبار ثانيه يا سيادة الوزيره؟ الحقيقه احنا ابتدينا نشتغل على صياغه قانون جديد للتامينات والمعاشات في مجموعه عمل من وزاره الماليه ومن وزاره التامينات، ابتدت تعمل على صياغه قانون جديد للتامينات والمعاشات اللي من شانه ان هو يحل التشابك والمشاكل، والحقيقه يعني يتيح ما قالوا ما اقر به الدستور ان هو تكون تدار بشكل مستقل وتدار بشكل يتسم بالاستدامة المالية. وعندنا أمل أنه قريب يكون عندنا قانون جديد. اتفقنا مع منظمة العمل الدولية على تقديم دعم فني لينا لمراجعة القانون عشان يكون على أحدث وأكثر القوانين تطورا ويواكب الأفضل ما يمكن في هذا الشأن، وأيضا أنه يكون في دراسة للاستدامة المالية للصناديق وتحليل اكتواري لها هيبتدي قريبا إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله احنا منتظرين، ويا ريت كل يوم يطلع الوزير يقول لنا خبر حلو سيادة الوزير. ان شاء الله يعني كل واحد في قطاعه كده يبشرنا كلها هتبقى حلوه من هنا ورايح بإذن الله. بشكرك جدا سيادة الوزيرة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بشرة خير بس مش بجنون بقى، بشرة خير بعقل. علاوة 10% على الشامل لأصحاب المعاشات، اللي بياخد 1000 هيزيد 100 جنيه، هو زاد 10% على الشامل في يناير اللي فات، وكده 10% يبقى 20% في سنة، ده كويس قوي. من 1/7 مجلس الوزراء أقر هذه الزيادة النهاردة. تليفونات خليكم معانا، قول جملتك، قول اللي أنت عايزه، اتمنى، احلم، انتقد، احنا معاك. معايا مين؟ رانيا من لندن، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا استاذ خير. اهلا بيك. انا مانشستر مش لندن. مانشستر، يا اهلا بمانشستر. اهلا بيك. اهلا بيك. اتفضلي. انا بس عايزه اقول ان انا كان نفسي جدا اكون موجوده امبارح، يعني هو فاتك كتير، يوم مختلف فندم، فاتك كتير قوي قوي، يعني مهما هيصت هنا ومهما اتنططت ومهما فرحت مش زي امبارح خالص. كنت حاسه بايه بقى؟ حسيتني جدا، لا حاسه يعني انا مبسوطه، انا مبسوطه مبسوطه. انت نزلت عندك؟ حاسه يعني احتفلت مع المصريين اللي هنا. يعني على قدنا في مانشستر. ايه يا فندم؟ في مانشستر. في مانشستر. مبروك، نفسك معانا، مبروك لينا كلنا. انا عايزه بس اقول كلمه للرئيس عبد الفتاح السيسي، ما تخزي الناس أرجوك. الرسالة وصلت. تمام. بشكرك يا رانيا. منى من الإسكندرية، أهلا وسهلا. بحييك يا أستاذ خيري. مساء الخير. وإحنا بنعيش دلوقتي لحظات امتنان. نعم. يعني امتنان لكل شهيد أريقت دمه عشان تروي لحظة الانتصار اللي إحنا عايشينها دي.
صحيح. وبرضو احنا ممتنين لحلمتين صباحي لان هو خد منافسة شريفة وشرسة. وبنتكلم برضو ممتنين عن خير سلف الرئيس عدلي منصور اللي كان بلسم في فترة كلها جروح وكان طاقة نور في فترة حلاكة السواد، وحيسلم الراية لخير خلف المشير السيسي. واحنا عايزين نقدم للمشير كل الدعم واللي بدأوا العاهل السعودي بطرح فكرة المصالحة. ولو سمحت لي أقول رأيي المتواضع. تفضل يا فندم. يجب أن تؤلف لجنة طبعا من أقطاب الأزهر ومن شيوخ الإخوان المنسلخين عنهم. أنت عندك 11 ثانية خدي بالك. تفضل. عبد الستار المليجي، ثروة الخرباوي، نديل، كل دول يستقطبوا شباب ومتضمن شباب الإخوان ويناقشوا الفكر الآخر. وعايزين الإعلام يجنبنا كل الأفكار المتطرفة، وعايزين التعليم يتيح مساحة للعقول وللشباب. أستاذة منى وقتك خلص. أنا آسف عشان العداد على الشاشة اللي هم 60 ثانية اللي يدخل يقول رسالته مباشرة. أستاذ محمد أسوان أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أولا تحياتي لسيادة المستشار عدلي منصور. وصل. ربنا يبارك فيه وفي أولاده. رسالتي الثانية يا فندم لسيادة الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي، اختار البطانة الصالحة. رسالتي الثالثة للسيدة سلمى صباحي، رئيس الجمهورية لا يتدخل في عمل القضاء. رئيس الجمهورية القضاء مستقل، ليس لرئيس الجمهورية أن يتدخل في عمله. وقضاء مصر وهو قضاء شامخ. اللهم ارزق رئيسنا البطانة الصالحة. وأتمنى أن يكون جميع الأجهزة الرقابية أن تعمل بكبد وصراحة لمحاسبة كل مخطئ ولا أحد فوق القانون. أنا أشكر المهندس إبراهيم محلب لما جاء نسمع صوت الكومومبو وليه يافتة كبيرة، قال كلمة واحدة: زمن النفاق، زمن الرشوة، زمن كل الأزمنة. وقت خلص يا عم محمد، الله ينور عليك. أنت قلت رسائل كتير أوي في وقت ضيق. فريدة القاهرة، أهلا يا فريدة. ألو، مساء الخير أستاذ خير. مساء الخير يا فندم. الأول كل حاجة طبعا بحيي المستشار عدلي منصور اللي خلى قلبنا كله النهاردة مش قادرة أوصف لك مشاعر كان شكلها إيه. مشاعر مجياشة، عايزة احترام احترام احترام، مش قادرة أقول لك. يعني بكانا وفرحنا وشرفنا، وأنا نفسي أبعت له التليغرافات كلها. أنا كل أصحابي عايزين يبعتوا له تليغرافات تحية، فمش عارفه اللي بعتها لمين. يعني انا عندي ولا ابعتوها على الاتحاديه. التلغرافات هتكون وصلت، هو موجود رئيسا ليوم الحد. ابعتوا تلغرافات قولوا له كلمات على الاتحاديه، هنبعتها له ان شاء الله. وبالنسبه للمشير عبد الفتاح السيسي، انا بحييه تحيه جامده، والحمد لله انه وصلنا للفريق السليم، وربنا يوفقه ويبعد عنه ولاد الحرام والشر يا رب. بشكرك جدا. استاذ محسن القاهره، اهلا استاذ محسن. استاذ محسن، مساء الخير يا استاذ خير. مساء الخير يا فندم. معاك محسن بهجت يا استاذ خير. اهلا اهلا. اولا انا بحيي طبعا المستشار عدلي منصور على الثقه الغاليه اللي خدتها الشعب المصري كله. وانا بطلب من حضرتك بقى ان احنا كده طمعانين في سياده المشير ان هو يبدا بقى بدايه قويه جدا جدا جدا، وخاصه مع الارهاب، لان دي اخر فرصه لنا يا استاذ خيري. لو ما دخلش وده عمل قواعد وضوابط للموضوع ده انهارت مصر. لا، مصر ما تنهارش، ما تقلقش. لا، ما انا بقول لك سيبنا اكمل يا استاذ خيري. ارجوك، انا ما صدقت اتكلم. اتفضل. معاك. اتفضل. انا بطلب من لسات المشير لازم الجامعات يضبطها. احنا كنا ايام زمان يا استاذ خيري لما كنا في المدرسه كان مشرف الكلودلور بتاع المدرسه كنا نخاف منه. احنا دلوقتي عايزين الحرس يرجع في منتهى القوه وضبط الجامعات والمدينه الجامعيه، ولازم يلم الناس دي، ده ارهاب. بشكرك جدا. وقتك خلص يا استاذ محسن. طارق من القاهره، اهلا وسهلا. استاذ خيري، اهلا وسهلا. الف مبروك لمصر. مبروك. وعاوز احيي المستشار عدلي منصور على الراجل ده ان هو وافق. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يوفقه، ونفس الوقت ان شاء الله سياده المشير ان شاء الله هيكرمه. عاوز اقول حاجة، سيادة المشير لوحده ما ينفعش، لازم الشعب كله يكون معاه وايد واحدة معاه، وان شاء الله هيعدي بينا بره الامان. وانا شاب حضرتك ان شاء الله ربنا ان شاء الله ينصره على المنيعة دي. وشكرا. بشكرك جدا. ماركو، اهلا يا ماركو.
مساء الخير يا استاذ سعيد. مساء الخير. انا ماركو منسق ائتلاف مصابين ماسبيرو. اهلا بيك يا ماركو. الله يخليك. باسم مصابين ماسبيرو بنشكر الرئيس عدلي منصور، ورغم ان هو ما دعمناش في اي حوار خاص بالحوارات الوطنيه، احنا بنشكره جدا وبنتمنى للمشير السيسي التوفيق في فتره رئاسته القادمه، وبنطالبه بتنفيذ الماده 15 من الدستور بتاعت المصابين اللي ما حدش قدر ينفذها لحد دلوقتي. تمام. اوكي يا ماركو، بشكرك جدا، رسالتك وصلت. سامي القاهره، اهلا وسهلا. اهلا اهلا بحضرتك. ازي حضرتك يا سيد؟ ازيك انت، اتفضلي. ممكن اقول كلمه بس؟ قولي اللي انت عايزاه. اسمك عدلي والعدل فيك، وابوك منصور والنصر ليك. خدت بايدينا وعديت بينا، ربنا يخليك لمصر ويخليك لينا. قولوا معايا امين. امين امين يا رب. شكرا شكرا على مش عارفه على كل حاجه، على كل حاجه. شكرا ليكم انتوا. طيب لحد كده ونقف عشان خدت وقت طويل. عايز بس اقول لكم حاجه صغيره. طبعا اللي عايز يبعت انا مكمل معاكم على الهاشتاج بتاعنا كلمه لعدلي منصور، واللي عايز يبعت له تلغراف يلا. كان النهارده كنت في مكان الاذاعه قابلت الفنانه يسرى وانا بسجل برنامج اذاعه، فقالت لي انها ما قدرتش تنزل من بيتها قبل ما تيجي تسجل، كان عندها شغل اذاعي. بتقول لي قعدت اتفرج على الخطاب وقعدت اعيط، وعايز اعمل للراجل ده، ابعت له تلغراف، ابعت له رساله، اعمل ايه؟ ففكرنا بفكره التلغرافات دي، يلا نبعت له تلغرافات، كل واحد من تليفونه يبعت تلغراف، ننشط هيئه التلغراف، وفي نفس الوقت نهني الرئيس عدلي منصور ونقول له شكرا. يكفي كلمه واحده تعبر له عن حب المصريين وتقديرهم وامتنانهم للعمل. طيب في حمله كده بادئه عجباني بصراحه، في الشتاء والبرد والناس بتموت، عملنا حمله البطاطين وكملنا انا وزملائي، وجالنا بطاطين كتير، يعني ما اعتقدش ان في بيت في مصر ما وصلوش بطانيه واتنين، واخواتنا المصريين في الخارج بعتوا لنا بطاطين كتير، وبعض العرب ساعدوا في ذلك وممتنين وشاكرين، بعضهم اضاف ملابس فكتر خيره. طيب والصيف والحر والجحيم ده اللي ما حدش هيستحمله، احنا شفنا يوم النهارده صعب، مروحه. ايه رايكم واحنا داخلين على رمضان يبقى جزء من مبادره اللي يقدر يساعد حد مع شنطه رمضان كده؟ مروحه مش غاليه قوي، يعني مروحه هتوفر كهرباء، ما هياش تكييفات، سيادتك قاعد في تكييف وفي عربيه مكيفه وفي مكتب مكيف وفي بيت مكيف، اخوك هيولع هيخرج من هدومه. فايه رايكم نساعد الناس بمروحه واحده، يدخل كل بيت مروحه، الناس تتجمع قدامها شويه تخفف عنهم صهد رمضان. الصيف صعب ورمضان جاي في عزه، في من نهايه يونيو ويوليو. فايه رايكم؟ يعني اللي معترض يقول لي، انا بطرح مع اللي طرحين مبادره المروحه. مروحه زكاه او صدقه للغلابه اللي مش هيستحملوا الحر، مش عايزين نسمع ان في حد مات من الحر. فكره ربما تنفع. طيب هطلع فاصل. قبل الفاصل عايز اقول لكم زي النهارده اتولد شخصيه جميله، ساحر السينما المصريه محمود عبد العزيز. زي النهارده محمود عبد العزيز اللي عاش في وجدان المصريين، ابو دم خفيف، اللي طائر الليل الحزين محمود عبد العزيز، رأفة الهجان محمود عبد العزيز، الكتكات محمود عبد العزيز، حاجات كتير قوي لو قعدنا نعد لمحمود عبد العزيز مش هنلاقي عدد، يعني قيمة حقيقية، فنان بجد، إحساس عالي، فهم سياسي عميق، إنسانية إلى أقصى مدى، صديق أبعد مما تتخيلون. خف الدم إذا قعدت مع محمود عبد العزيز وهو يسخر، تكتشف إنك قاعد مع فيلسوف بس بتضحك من قلبك، بس ما تقدرش تفوت جملة. نجمنا الجميل وصديقي الجميل محمود عبد العزيز، كل سنة وانت طيب. وانت طيب يا أستاذ خيري، وكل مصر طيبة، وكل الناس كلها طيبة، سعادة وصحة ورخاء والحمد لله على كل حال. ومعلش أنا يعني قليل الكلام في، أنا عارف، البرامج والحاجات دي، بس بتوحشنا. الله يخليك يا رب، إن شاء الله تتقبلوا مسلسل عامله السنة دي إن شاء الله، أتمنى إنه يعجب الناس. بنستناك وهيبقى جميل، أنت ما عملتش حاجة وحشة أبدا. ربنا يخلي حضرتك، بس أنا ليا تعليق
على الرجل العظيم المستشار عدلي منصور. تفضل. يا سلام. يعني انا حقيقة بكيت يعني من كلام هذا الرجل العظيم اللي حمل المسؤولية في وقت في منتهى الخطورة، وربنا الحمد لله كرمنا كرم كبير جدا. كان ليا الشرف وليا الحظ ان انا قابل المشير عبد الفتاح السيسي رئيسنا دلوقتي حاليا، واتمنى له طبعا كل النجاح وكل التوفيق في انه يقود المرحلة القادمة بشكل اعتقد يقينا انه هيكون شكل جميل جدا ان شاء الله. لانه وجدت في هذا الرجل صفات يعني كرجل يعني انا طبعا يعني وانا صغير سنا، لكن يعني انت شباب على طول يا استاذ محمود. الله يخليك يا استاذ خيري، انسان جميل، لكن بالخبره وبالمعرفه وبالملاحظات هذا الرجل بيجتمع فيه صفات كتيره جدا قلما توجد شخص واحد. ما بقولش هذا كلام نفاقا ولا رياء ولا ابغي اي منصب. انت مش بتعمل منصب. ابغي مصر، مصر اللي عارفينها، مصر الحلوة، مصر الجميلة، مصر الفن، مصر الحضارة، مصر الحب، مصر الأخوة، مصر الكرامة. مصر كبيرة جدا، مصر كبيرة كبيرة جدا وعظيمة جدا. ويعني أنا جوايا حاجات كتيرة جدا، يمكن عشان مش عارف يعني أنت صوتك مشحون، يعني شكل مشاعرك مشحونة. عدلي المستشار، سعادتي المستشار الرجل الجميل عدلي منصور أبكاني، يعني أبكاني حقيقة. أبكاك ساعة ما اتكلم عن إحساسه بأهالي الشهداء؟ بكل كلمة قالها. لا تستطيع أن تقول إن هذا الرجل مثلا بي 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 يعني بيقول كلام أي كلام ولا لا 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 لا، شيء صادق وشيء جميل، ورجل من رجال مصر العظيمة، بيتكلم من قلبه. رجال مصر العظيمة، رجال مصر مليانة ناس عظام، ومليانة قيادات عظيمة، ومليانة ناس رجاله كتير جدا. هو بس اللي انا بتمناه ان احنا يعني معلش ما اعرفش انا ليه حق الكلام ولا لك كل الحق. الله يخليك. يعني احنا نشتغل بقى، يعني لو بدانا ان المسائل تبقى في 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 مع الخطر الموجود حوالين مننا، مع الدول الكتير قوي المشتركه في هدم مصر للمخطط اللي معمول، نشوف وحتى العرب يشوفوا نفسهم، يعني نشوف سوريا، نشوف ليبيا، نشوف ما يحدث في تونس، نشوف ما يحدث في كل ده، وفي العراق نشوف كل ده عمالين ضرب وأكل وخراب ودمار، وسوريا واللي بيحصل فيها من غير ما إسرائيل تضرب رصاصة واحدة، من غير ما حد يتحرك. سيبوهم ياكلوا بعض، احنا بنخطط واحنا بنظبط، واحنا كل المسائل دي تتقسم بعد كده. مش عايز اتكلم يعني كلام كتير في السياسه والكلام ده، لكن احنا بقى كشعب بلاش التواكل، بلاش الحريه. مش ان انا اشتم ظابط، مش ان انا اشتم حد جنب مني، مش ان انا احط في الشارع احط حاجات واعملها. يعني في حاجات كتير المشير السيسي مش يعني هو يعني احنا لازم نشتغل، احنا لازم. فين مصر القديمه بتاعتنا دي؟ فين الروح واللي ما زالت موجوده؟ فين الحماس ان احنا نشتغل ونعمل ونبهر العالم زي ما كنا بنبهره بعلمائنا بفنانيننا بنيننا بمصانعنا بمصانع؟ ده احنا عندنا انا لفيت دول كتير جدا في العالم، مفيش بلد زينا. مفيش، مش بقولها اي كلام، مش يعني شفونية. لا، بلد بحرين، نهر كبير، اثار، اربع تخماس اثار العالم، سفاري، مناطق حاره ومناطق بارده. ايه ده ايه البحيرات دي، وايه الناس دي، وايه الجمال ده، وايه ده؟ ده لما بيبقى عندهم شط فيه رمله 50 متر بيقول لك ساند بيتش، عندنا شاطئ رملي. احنا عندنا كنت ازور يمتد لغايه مرسى مطروح ولغايه السلوم وسيوه، الاف الكيلومترات من اجمل شواطئ العالم، البحر الاحمر والثروه اللي فيه المرجانيه وال يعني ارجو ان احنا نشتغل بقى، نشتغل ونعمل ونساعد هذا الرجل. ان انا والله 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 مشفق على السيسي، والله 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 مشفق عليه، لانه قدام منه
حاجات كتيره جدا، بس احنا لازم نساعد، هو مش عامل لنا حاجه، احنا لازم نساعد نفسنا، لازم نساعد نفسنا. نعم. نعيش احسن، كل سنه طيبين. وانت طيب هتحتفل مع مين النهارده؟ مين هيطفي يعني معاك الشمع؟ والله انا مع زوجتي واولادي يعني، ما ده بالدنيا يعني، ربنا يخليهم لك ويخليك ليك. الله يخليك يا استاذ خيري، ويخلي شعب مصر الجميل، ويا رب يا رب من نجاح لنجاح لتوفيق. وتحيه كبيره جدا لسعاده المستشار، وتحيه كبيره جدا لرئيسنا الجميل المشير السيسي. بشكرك جدا فناننا الجميل الشيخ حسني محمود عبد العزيز، الابتسامه والفن والقيمه، وانا مقدر صوته وخنقته بالدموع. شوفوا عشان تعرفوا الاحساس اللي وصل للناس كلها، الاحساس الصادق، لا محتاج كوبري ولا محتاج ادعاء ولا سهوكه، طالما انت من جوه بجد سيبه يطلع، بيخلص على طول. بعد الفاصل استقبل ضيوف الاعزاء. هو نافع دايما مظبوط، مع انه بيتحمل كتير قوي في الزمان ده. بحبك يا ستاموني مهما تسلموني. تمام. ايه اجازه الاجازه يا فندم؟ بلدنا حلوة أخوانا، حرام عليكم أخوانا، حبوها حبوها أخوانا، حرام عليكم أخوانا. طلع عين واحد بعد كده بس مش جرحي. تعك من ورا ظهري. تسمع عدوي. سلام. أنا محمد كمال متولي، معايا المهندس علي وائل والمهندس ياسر شريف، وفي الفقرة القادمة إن شاء الله هنناقش التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وبعض الحلول المقترحة.